حسن فردوس، فردوس على التنفيذ وجول، جول 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 سبورتينج بمنتصف المرمى. عم بسجل حسن فردوس الهدف الأول لمصلحة فريق سبورتينج. الجزاء بهيدي اللحظات، خلينا نشوف شو يلي حيصير. ركلة جزاء، أبو بكر مزهر، أبو بكر المال عم يتقدم، أبو بكر المال، وهدف التعادل بهيدي اللحظات. أبو بكر المل، يا سلام، عودوني عليك أحبك. أبو بكر المل عم يغني لجماهير البرج سيمفونية هدف التعادل. الكرة ارتطمت بقدم المهاجم، بحاول ارتطمت بقدم المهاجم ما كان فيها. على كل أحوال الكرة لمصلحة البرج. جول العتريس يا عريس، العتريس للبرج عريس. فإذا هدف التقدم لمصلحة فريق البرج، والبرج بالمقدمة. هدف حيخلق الكثير والكثير من العلامات الاستفهام أم التعجب، ولكن العتريس عم بيقول للجميع روحوا للفار وارجعوا من المطار، ولكن بالنهاية أنا عم سجل وعم أوضع البرج بالنهاية بين الأبطال. فإذا العتريس عم يتوجه لجماهير البرج يلي خارج